السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. حنان هذا اليوم راح يكون الكريم باف مع الفراولة، حل كلش سهل وبسيط وسريع التحضير وبنفس الوقت كلش طيب. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم بيه. ويلا نبلش بالفيديو. بجدر نخلي كوب مي، نص كوب زبد، وملعقة صغيرة ملح. نخليها على نار متوسطة إلى أن يذوب الزبد بالماء، والزبد أنا مطلعته من الثلاجة يعني مو بدرجة حرارة الغرفة. نتركه إلى أن يذوب ونكمل. بعد ما ذاب الزبد وبدأ الماء شوي يغلي، نضيف له كوب من الطحين، نبدأ نقلب به إلى أن يتكون عندنا عجينة متماسكة والحواف ما تلزق بالجدار. نطفي النار ونتركه لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يبرد. بعد ما برد راح أضيف للبيض بيضة بيضة بالمرة ونخفقها بالخفاقة إلى أن تمزج كل الزين. يلا نضيف البيضة اللخة مثل ما تشوفون بالفيديو. راح أخليه بكيس تزيين الكيك، بس راح أحاول أضغط عليه حتى ما تكون عندنا فقاعات. هسه راح اخليها بصينية الشوي. انا هنا راح اسويها على شكل كرات، بس تقدرون انتو تسووها حسب الشكل اللي انتو حابين. ندخل للفرن يكون محمي مسبقا لمدة 10 دقائق على 200 درجة حرارة. بعدين نصل الفرن على 180 ونتركه 25 إلى 30 دقيقة. وانتبهوا على هالملاحظة، لازم ما نفتح الفرن ابدا لانه بعدين ما ينفش عندنا الكريم باف. بالكاسة مع المكسر راح أخلي نص كوب سوفت تشيز أو جبن كريمي ونص كوب حليب مركز وأخفقهم، وأضيف عليه 1 كوب من كريمة الخفق وأخفقها إلى أن يتجانس أو يتماسك كلته، وهذا شكله مثل ما تشوفون بالفيديو. آخر شي راح أضيف له نص كوب من الفراولة مقطعة ناعم وأمزجها سوية وأخليها بكيس تزيين الكيك وأخليها بالثلاجة. بعد ما برد عندنا الكريم باف راح افتحه من النص واخلي بداخل الكريمة، وراح ازينه بالفراولة والسكر الباودر، ويقدموا الف عافية. وهذا الشكل النهائي لأكلتنا لهذا اليوم. ان شاء الله يا رب تكونون استفادتوا من الفيديو وحبيتوه. واذا اول مرة تشوفون قناتي لا تنسون تضغطون على زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. لا تنسون تدوسون على اللايك دعما للقناة، وشكرا، مع السلامة.